نحن أجدر بليبيا من أولئك من تلك الجرذان وهؤلاء الماجورين. من هم هؤلاء الماجورين؟ يجيوا معناها ثلاثة ولا أربعة معناها قرودة مثل يفسدوا العملية من فضلكم. يا حارس اسمعوني، كل واحد شد التزامه، أديته اليمين. طيب منهم انت بطبيعه شخصك نوفل الورتيني قال لك هما اش عندهم الجرذان نتاعهم الميليشيا نتاعهم على الفيسبوك، دونك يسيبوهم على الناس باش يبداو. قال لك حتى باش تولي منشط يعني ناجح، شنو المطلوب؟ نطلب اش معناتها يقول نطلب من انصار النهضه يقفوا معايا؟ يقفوا معايا.